السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض. فالماء من جنود الله، والريح من جنود الله، والرعد من جنود الله، والصواعق من جنود الله سبحانه وتعالى. فتأملوا في الصين التي تملك أشياء كثيرة، حبة ريح جعلتهم لا يستطيعون الحركة. وفي المملكة العربية السعودية، وفي جدة، وفي السودان، وفي اليمن، وفي كل مكان إخواني الكرام، حبة مياه بيجعل الحياة تتوقف تماما، حبة ثلج بيجعل الحياة تتوقف تماما. فاعلموا أن الله على كل شيء قدير، وتوبوا إلى الله. ولما نشوف المناظر بتاع السيول أو الأمطار، حاول نعتبر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نشوف المناظر دي وبعدين نشوف التعليق في آخر الفيديو، وياريت ندعم الفيديو بتعليق فيه الصلاة على النبي. وإوعك تشمت في أي حد، البلد كلها زي طبق، العالم كله زي طبق، تمام؟ فما تشمتش في حد، وادعي لإخواتك المسلمين بإخلاص، واللي يقع في ذنب ادعي إن ربنا يطلعه من الذنب. الله يرضى عنا وإياكم. تابع الفيديو للآخر. الله يا الله يا الله يا الله. أي قلب الجو قلب. شوف شوف الغبار كيف. خلاص الرؤية انعدمت. إخواني وأخواتي، قال الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمؤمن صاحب العقل السليم هو الذي يتأمل في الآيات الكونية. وصدق من قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالأعمال الصالحة هي سفينة النجاة في هذه الأيام. سيدنا نوح عليه السلام حينما أمره الله سبحانه وتعالى بصنع السفينة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فيا من تظلم البلاد والعباد، اعلم بأنك ستكون غريقا في الدنيا والآخرة، غريقا في الهلاك في الدنيا وغريقا في النار في الآخرة. قال عز وجل، والآيات واضحة: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فدائما وأبدا هؤلاء يسخرون من أهل الإسلام في الليل والنهار، سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فلا تغتر بالكثرة. قال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعقلون. أما القلة هي المحمودة في كتاب الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. انظر إلى وصف الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أسأل الله عز وجل أن ينجي المؤمنين الصادقين وأن يجعل هؤلاء الظالمين في الهلاك الدائم في الدنيا والآخرة. إن الله على كل شيء قدير. إخواني وأخواتي الأمر يحتاج إلى وقفات. واعلموا بأننا سنلقى الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام قال للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت. حسن البصري عليه رحمة الله كان يقول يا ابن آدم اعلم بأنك أيام مجموعة. إن مضى يوم مضى بعضه وإن مضى بعضك مضى كلك. فإنت حبت أيام وأنا حبت أيام. وبعدين كل باك فسيبكى. كل واحد بيبكى على واحد ميت هيتبكى عليه في يوم من الأيام. كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى وكل مدخور سيفنى. ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى. وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. كل حي سيموت. أين ذاك الجبروت؟ اعلموا أنكم ستلقون ربكم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فيا مسلم جهز نفسك. جهز نفسك بالعبادة. جهز نفسك بصلاة الفجر. جهز نفسك بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة. جهز نفسك بصلاة الضحى. جهز نفسك بركعات في جوف الليل. جهز نفسك ببر الوالدين. جهز نفسك في يعني بالبعد عن الحرام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. واعلم بأنه من ترك شيء لوجه الله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا منه. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وإياكم وأن يفرج كرب الأمة في كل مكان. والسلام عليكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة.